بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله وصفتنا كيكة التفاح، كيكة هشة وطرية وسهلة ومن أجمل الوصفات. أتمنى إن شاء الله إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ بالمقادير. بسم الله. في الخلاط نضع 3 حبات من البيض، كيس الفانيلا، ممكن تعويضه بفانيلا سائلة أو بشر ليمون أو أي نكهة بتحبوها لكم الاختيار. ثم نضيف السكر ونخلط الكل جيدا حتى يصير لونه فاتح أو يتضاعف حجمه. بعد ما حصلنا على خليط لونه فاتح نضيف الزيت مع استمرارية الخلط، لا نوقف الخلاط. ثم نضيف علبة الزبادي، ياورت طبيعي 125 غرام، نضيف ملعقة صغيرة مسحوق القرفة، اللي ما بيحب نكهة القرفة ممكن يحذف هذه الخطوة. ثم نوقف الخلط. ننقل الدقيق مع البيكنج باودر الخميرة الحلويات، ثم نخلط الخليط جيدا بواسطة السباتولا حتى نحصل على خليط متجانس. نضيف ملعقتين حليب، ثم آخر خطوة نضيف التفاح اللي سبق قطعناه مكعبات صغيرة، تفاحتين تركتها للتزيين. نخلط الكل جيدا، يكون صار الخليط جاهز. نأتي بمول الكيك، ندهن الحواف بالزبدة ونغلفه بورق الزبدة، ثم نسكب الخليط. كل نبضة
سنحتاج إلى تفاحتين للتزيين التي سبق وقطعناها بهذه الطريقة. نقوم بتصفيفها بهذه الطريقة، كل واحد يزين حسب ما بيحب. هذا تزيين بسيط لكن يعطي شكل جميل جدا. نستمر حتى ننتهي. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من فوق. أضفت قليلا من شرائح اللوز في الحواف، هذه إضافة ممكن تستغنى عنها. نشغل الفرن من الأسفل 160 درجة مدة 45 دقيقة، ثم نشغل عليه الشواية من فوق 10 دقائق. تكون الكيكة صارت جاهزة معنا إن شاء الله. كيكة التفاح هشة وطرية ناجحة. أتمنى إن شاء الله الوصفة تكون نالت إعجابكم وتجربوها، لأنها فعلا من أنجح الوصفات التي أعتمدها من سنوات، يحبها الجميع، كل من ذاقها يسأل على طريقتها. نرش عليها بقليل من سكر بودرة، بيعطيها شكل جميل جدا ومختلف. إضافة بسيطة بتخلي الطبق أجمل. كيكة هشة جدا وطرية. أتمنى إن شاء الله تجربوها وتكتبوا في الكومنت، لأنها فعلا فعلا كيكة رائعة، لن تندموا إذا جربتوها. نقوم بتقطيعها بعد ما بردت معنا. التفاح التي أضفنا في الكيك بيعطي طراوة للكيك، مع مذاق القرفة تطلع كيكة رائعة جدا. هيك نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.